الحقيقة الصورة اللي معانا النهاردة هي مش صورة واحدة بس، هم صورتين، واحدة لخالد عبد الفتاح والتانية لمحمد الضوي، كريستو اللاعبين اللي انضموا لصفوف النادي الأهلي اليومين اللي فاتوا، واللي كلنا الحقيقة متفائلين بيهم جدا وحاسين انهم هيكونوا إضافة للفريق، خصوصا كريستو اللي كان ليه استقبال مميز جدا، وده مش بس عشان لاعب جديد حاطين كلنا عليه أمل وطموحات كبيرة، لا وكمان لأنه لاعب من ريحة التونسي علي معلول اللي نقدر نقول عليه بعد السنين اللي قضاها مع الأهلي ومشواره الاحترافي معانا إنه واحد من ولاد النادي الأهلي. يعني عارفة الشيء بالشيء يذكر، يعني يمكن انت ذكرتي علي معلول وانا عجبني جدا الرسالة اللي استقبل بيها علي معلول ابن بلده وكريستو لما بعت له رسالة وقال له نصا: نعرف يا أخي أنها رحلة طويلة ولكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة، هنا كل شيء مختلف، التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء، هذا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. كريستو مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات، فخر الأمة، نادي القرن. واحنا برضو بنقول له مرحبا بيك في بيتك وبلدك، وان شاء الله رحلتك تكون مميزه في القلعه الحمراء وتكون ممثله لنجمنا علي معلول. دلوقتي فقرتنا الاولى خلصت، تعالوا كده نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهارده بتقول ايه. هنا كل شيء مختلف، التحديات كبيره وطموحات حدودها السماء، هنا المكان الذي ستحقق فيه احلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. كريستو مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات، فخر الأمة، نادي القرن.